السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. فيديو جديد ومفيد جدا، والموضوع ده أكيد قابلكم أو هيقابلكم، ولازم نكون مستعدين. إجابة السؤال اللي دايما بنسأله متأخر بعد حصول المصيبة هو أعمل إيه لو فردة الكاوتش انفجرت، وخصوصا لو الكاوتش الأمامي، لأن طبعا الموضوع يختلف عن الكاوتش الخلفي أو الإطار الخلفي. حاولوا تنشروا الفيديو لعل وعسى يكون سبب في نجاة نفس، مع تمنياتي للجميع بالسلامة. أنا هقول 8 نصائح تقدر بيها إنك تخرج من هذا الابتلاء بخير أنت وأسرتك. طبعا بإذن الله الرحمن الرحيم الستار اللطيف أولا وآخرا، وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. يعني لازم في البداية تتقي الله في أعمالك وحياتك، وما تظلمش حد. بعد كده تتبع النصائح الآتية. اولا، قبل التحرك بالسيارة حتى لو مشوار صغير داخل المدينة، اربط حزام الامان علشان على الاقل الوسائد الهوائية تعرف تشتغل، ولو عاوز تعرف شكل الحادثة من غير حزام امان او الوسائد الهوائية اتفرج على الفيديو في القناة عن فايدة حزام الامان والوسائد الهوائية وطريقة عملهم، هسيب لكم لينك الفيديو في الوصف. ثانيا، عند انفجار احد الاطارات حاول تبقى هادي قدر الامكان علشان تعرف تفكر، وامسك عجلة القيادة بايديك الاثنين وثبتها كويس جدا وحاول تحافظ عليها مستقرة. ثالثا، النصيحة الاهم، وهي انك تخلي رجلك بعيدة عن الفرامل تماما، وما تحاولش الضغط على دواسة الفرامل مهما حصل، لان ضغطة واحدة على الفرامل على السرعة العالية مع الكاوتش المنفجر معناها انقلاب السيارة لا قدر الله. حتى لو ضغطت الفرامل ضعيفة او فاكر انك تعرف تهدي السرعة من دواسة الفرامل، احب اقول لك وقت الصدمة والخوف والعصبية هتحول الضغطة اللي انت مفكرها ضعيفة الى ضغطة قوية جدا، واحتمال رجلك تطلع من الاكصدام الامامي. عشان كده النصيحة الاهم هي انك تبعد رجلك عن دواسة الفرامل نهائيا. رابعا، ثبت على قد ما تقدر المسار بتاعك، وما تحاولش تغير الحارة اللي انت ماشي فيها او تركن على يمين الطريق، لانك لو حركت عجلة القيادة في اي اتجاه مش هتعرف ترجعها تاني للخط المستقيم. خامسا، لو عربيتك مانيوال حاول تقلل السرعة من صندوق التروس عن طريق تسقيط الغيارات، بمعنى ان انت لو على الغيار الخامس تنزل للرابع ثم الثالث فالثاني فالاول، وما يهمكش الصوت العالي اللي هتسمعه من الموتور ومن صندوق التروس. هتحس ان في معركة بتحصل في الكبوت بين الموتور والفتيس وهتسأل ايه ده. هقول لك ان ده الطبيعي، لان في خناقة بين الموتور والفتيس، وغالبا الموتور هو اللي بيكسب وبيكسر صندوق التروس، لكن الحمد لله على كل حال ومش مهم الخسائر، المهم ان انت تعيش. وساعتها ممكن تشتري فتيس جديد يا سيدي، وده طبعا احسن ما الورثة يشتروا عربية جديدة. اما لو عربيتك اوتوماتيك فالعربية هتعمل الموضوع ده لوحدها، لانك شايل رجلك من على دواسة البنزين، لكن طبعا ببطء اكتر وفي فترة اطول، وهتحافظ على الفتيس. بس اهم حاجة قبل ما تسقط الغيارات من الفتيس، ثبت العربية الاول بايديك الاثنين وتأكد انها مستقرة، لان انت هتضحي بايدك اليمين الاقوى في تثبيت عجلة القيادة علشان تنقل بيها الغيارات، وده هيتسبب في حمل جديد على الايد الشمال من عجلة القيادة. فاهم حاجة قبل تغيير نقلات الفتيس تثبيت السيارة، لان انت لو سبت عجلة القيادة وتحركت من مكانها وتغير الاتجاه عشان تردها تاني هتقلب العربية. سادسا، ما تحملش هم الفرامل، لان الدراج الناتج عن الاطار المنفجر هيقوم بالمهمة بتاعت الفرامل وهيخفف من سرعة العربية، لكن في نفس الوقت هيحاول يغير الاتجاه. سابعا، عند انخفاض السرعة الى 50 كيلومتر في الساعة ممكن تضغط الفرامل، ولكن بدون عصبية، كأنك بتهدي قبل دخول اشارة. ثامنا، وللوقاية من كل الكلام ده، حاول تكشف دايما على الكاوتش والعفشة، ولو في انتفاخ او بيسموها بالونة ده معناه ان الكاوتش جاب اخره وعلى وشك الانفجار ولازم يتغير النهاردة قبل بكرة. احذر تمشي على اطارات فيها انتفاخ، ولو مش معاك فلوس تغير الاطار
اركن العربيه واركب مواصلات لحد ما ربك يرزق. سرعتك لازم ما تعديش ال 100 كيلومتر في الساعه، ولو هتعلى عن ال 100 يبقى اخرك 140 شويه وتنزل تاني لل 100. انت سائق متمكن ومحترف، ولكن ما بيغرقش الا العويم، لان السباح المحترف هو اللي بيصيبه الغرور وبيخليه يتحدى ويعدي البراميل. نفس الكلام مش بيعمل حادثه غير السائق المحترف، لان هو الوحيد اللي هيتجرأ ويغامر ويعدي السرعه، وهو برضه اللي هيستهتر ويكمل طريقه بكاوتش بايظ او بعفشه فيها مشاكل. في نهايه الفيديو تمنياتي لكم بكل الخير والصحه والسعاده، وربنا يلطف بينا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركه والاشتراك بالقناه ليصلك كل جديد.